بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على كلاسيكو بين السي اس اس والكلوب وتأهل نادي صفاق في نهائي كأس تونس. ضيوفنا لاعب السي اس اس السابق ايضا معاوية القادري، ايضا طارق المسعودي والمنجم ابراهيم. معاوية، قبل ما ندخلوا اكثر في التفاصيل، حبيت اسألك، ظهر لي حبينا يكون جمهور السي اس اس البارح موجود في الماتش باش يكون معناتها شو يكون احسن، ظهر لي فدينا الماتشات بجمهور واحد واشترى استاد فارغ. صحيح خويا، الحقيقة علاش حتى الكورة ما عادش كيما قبل، ماتشواتنا ما قبل كانت ثم أجواء، وبالعكس احنا كلاعبين قبل نشيخو كي يبدا الاستاد معناتها فيه برشا جماهير، معناتها حاجة ممتازة. والحاجة اللي الحقيقة وجعتنا كأحباء وكنادي رياضي الصفاقسي اللي عدم تواجدنا في ملعب حمادي العقربي، احنا علاقتنا طيبة مع النادي الافريقي، ومعناتها قبل نتذكر معناتها في المنزة حبيت النادي الصفاقسي يقعدوا هما وحبيت النادي الافريقي مع بعضهم كيف كيجيو، معناتها حبيت النادي الافريقي للطيب المهيري، كانت معناتها اخوية وكل شيء. ما فهمتش علاش المقابلة هذية، الحقيقة ماهوش معقول. كل واحد شي يقول، واحد يقول معناتها المسؤول من النادي الافريقي، كل واحد يعرف الكل على الاخر. اي معناتها احنا كنادي رياضي الصفاقسي معناتها استغربنا الحقيقة، حتى جا 20 في بالك معناتها في الشوط الأول بداية اللي دخلوا خرجوا كيفاش دخلوا كيفاش خرجوا، والله كل دخل مش كون خرجوا والله وعد. هو ماتش معناتها مقابلة كرة قدم، معناتها توفى اللي يربح صحة ليه، هذا ايش نعرفه. والنادي هذا الصفاقسي الحقيقة والله يا سمونجي مش رمي ورود، جماهيره محترمة وعندها روح رياضية كيما المرسى. انت بكريك حكينا شوية على مستقبل المرسى، ونلعبت في المرسى كيف جماهيرها محترمة، ويصفقوا للمنافس اذا يربحهم كيف النادي الرياضي الصفاقسي. احنا في وقت من الاوقات خسرنا فينال تشامبيونز ليج ضد الاهلي المصري، ومعناتها تظلمنا تحكيميا، تظلمنا، سجلنا اهداف ومعناتها ورفضهم وكل شيء، و60 الف متفرج و300 كيلومتر تنقل، كرسي ما تقلعش من استاد رادس وقتها. كرسي ما معناتها معناتها نورمال مود. والعلاقات بين الكلوب والسي اس اس معروفه ديما باهيه الحق. باهيه الحقيقه، ما جاوا سخن قبل الماتش. استفزاز اللي صار في الصفحه. صحيح. باج اوفيسيال. باج اوفيسيال نتاع النادي الصفاقسي. استفزاز كبير. احنا نكونوا موضوعيين. وهنا مسؤولين عليه مش جمهور السي اس اس، الناس اللي شاده الصفحه. ما مش معقول، معناها فما استفزاز، معناها علاقه النادي الافريقي بالنادي الصفاقسي حتى واحد ما ينكرها، معناها علاقه كبيره برشا، معناها كي يبدا جمهور متعصب ولا عادي تتقبل، معناها منا ولا منا من اي تشوف فيهم تسام تاع خلاص الجمهور نتاع السي اس اس. هذايا ما عندهاش دخل، هذايا مش لجنه التنظيم نتاع النادي الافريقي. لا حاجه وماتشات الكاس نظام من الجامعه. باش نتكلم باش نبداو واضحين، باش نبداو واضحين ونوضحوا الصوره هذيا اخر مره، خاطر ثم شكون الحقيقه باش يتكلم من فراغ. لا احنا عندنا الادله وعندنا كل شيء. ثم اجتماع صار في ولايه بن عروس مع السيد الوالي ومع السلطات الامنيه ومع الممثل من الجامعه التونسيه لكره القدم، اقترحوا ثلثين للنادي الافريقي وثلث للنادي الرياضي الصفاقسي. احنا اللي كان متواجد سي حاتم العيادي، عندنا في ثقه كبيره رئيس لجنه الاحباء نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، كتب تدوينه وخرج تكلم اللي المسؤول نتاع النادي الافريقي رفض الشيء هذا وقال لك انا نحب نطبق القانون. هو من حقه، ما هوش غلط راهو اللي عامله، هو حقه اللي يحب معناتها يتبع القانون وكل شيء، لكن راهو مش معناتها من بعديك وليت الوالي ما حبش، السلطات الامنيه خرجت قالت ان احنا مستعدين معناتها يجي حتى 50,000 متفرج 60,000 رانا نجموا نامنوه، وعندنا ثقه في السلطات نتاعنا. فهمتني ولا هذاك؟ هذا الشيء اللي كان مش باهي معناتها نورمالمون ما نوصلوش، فهمت؟ لا اكثر لا اقل، هو ماتش كرة قدم وتعدى، مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي كيف ان شاء الله في فرصة قادمة بالنسبة للجماهير الافريقي. الحقيقة معناتها حب غير عادي لجمعيتهم كيف جماهير النادي الرياضي الصفاقسي ولا اي جمعية اخرى، راهو اللي هذا يحب جمعيته ويحب يدافع على جمعيته ويحب يشجع جمعيته، احنا تمنينا ان يكونوا موجودين. ما ثماش مثال ان شاء الله في الفينال باش يكونوا موجودين معناتها الجماهير، وان شاء الله يأمنونا معناتها السيد الوالي نتاع بن عروس والسلطات الامنيه، ان شاء الله يأمنونا معناتها اللقاء ويخرج معناتها اللي يربح ساحه لي بين مستقبل المرسى كيف جمعيه كبيره، ماتش ماهوش ساهل، ماتش صعيب، النادي الرياضي الصفاقسي معناتها باش يكون ممنوع من اللاعبين الاجانب في المقابله هذيا، ثم معناتها باش المدرب كريم دلهوم
باش ان شاء الله يحط التركيبه اللازمه ومبروك للفائز. تعلق هو هكا ولا هكذا اللي سواء اللي صار مسؤولين الكلوب حابين تكون الزوز موجودين من الجمهور السياسيين في الكلوب وحتى مسؤولين السياسيين ما حابينش تكون الاستفزازات نسيت حاجه اوفيسيال هذه نتاع خاصه نتاع جماهير وحابين جماهير نسيت حاجه نسيت حاجه نسيت حاجه مهم لجنه التنظيم نتاع النادي الافريقي احنا جاوكم الضياف اللي هي رئيس النادي رئيس الهيئه التسييريه والاعضاء نتاعو يا اخي ما نجموش نعملوا لهم معناتها بلاصه احسن شويه ما تنجموش تحطوهم في مقصوره الفوق راه ما طلعوهم للجرادان زاد هذه معامله ما نحبوش هكا احنا في صفاقس معناتها هي ابارامون هي كثر اللي كي البولدونيز مشيت ماشيه وتكبر نتصور بعد اللي صار من المستفحه نتاع السي اس اس وحبوا يا اخي يردوا ما يسلق في دائرات الزوز غالطين يلزم يكون المسؤولين بصراحه مش تاع النادي الافريقي واسمهم مسؤولين مش تاع النادي الافريقي اي جماعي يلزم يكونوا معناتها اعلى من الشيء هذا تو سي محمد الترابلسي رئيس النادي هذا الصفاقسي ما لقري اللي يعرف اللي ثم شكون رفض وكذا كي خرج تكلم في منبر اعلامي قال احنا علاقتنا طيبه مع النادي الافريقي والنادي الافريقي ما عندها حتى دخل مع تريد كيفاش المسؤول كيفاش يتكلم نورمالمون انت ما تحطوش يا خويا في الجرادا اما الحاجه الايجابيه اللي باش نقول عليها وبكل صدق ان المسؤولين نتاع النادي هذا الصفاقسي بطبيعتهم ولاد فيراج ويحبوا الجمعيه معناتها مش حاجه غريبه وعادي يقعدوا في الجرادا وما هيش مشكله لكن احنا راهو في صفاقس نفرحوا بالعباد ونصفقوا اللي ينتصر علينا معناتها عن جداره وكل شيء هو طرح كوره معناتها يلزمنا خويا اسلام يلزمنا نمشيوا لقدام تو ديما نقولوا كورتنا ماشيه وتعمل التالي وكذا يلزم الحضور الجماهيري في الملاعب يلزم الحضور حتى الجمعيات ماذا بينا سايبوا معناتها عندكم نهار في الجمعه اللي باش تعمل فيه الابلكيسيون تاعك معناتها من غير جمهور سينو خليهم باش اللاعبين معناتها يعطيوا اكثر ما عندهم ويحسوا بالمسؤوليه ويحسوا بالعباد هذا شنو طالبين احنا الاكثر طارق قصيت عليك لا معناها اللي عمل الاستفزاز في الصفحه نتاع النادي الصفاقسي وما نعرفش على البيرو ولا الهيئه التسييريه في بيرو ما يعرفش تاريخ شنو هو قالوا؟ فما تلميحات على الهزيمه الافريقي على في مباراه مازمبيل اللي كان في 8 فما تلميحات نتاع باجات عاديه ماهيش نتاع باج اوفيسيال ماهيش نتاع باج اوفيسيال نتاع باجات احبين قبلوها واللي عملها ما يعرفش تاريخ معناها من غير ما ندخل في التفاصيل معناها يعرفوا علاقه النادي الافريقي بالنادي الصفاقسي وماهيش واحده وكانوا جديد لازم يسال معناها على التاريخ كانوا يعرفوا حسب روحهم ما فهمناش ها البروفوكاسيون وين ادت لانه جمهور النادي الافريقي معناها لا جمهور ما عندوش دخل ما عندناش حكايه مع جماهير لا اللي صار في الباج اوفيسيال استفز جمهور الكلوب ماذا خلينا نحكيوا الامور بمسمياتها نبعدوا على معناها استفز جمهور الكلوب استفزاز كبير اسلام اذا وجاتنا عند الصفحه نتاع الرسميه نتاع النادي الصفاقسي اللي هي من نورمالمون معناها كي يجي باش يقول حاجه على النادي الافريقي راه لازم يخمم ألف مره خاصه نحكي عن النادي الصفاقسي معناها العلاقه الكبيره والتاريخيه بالنادي الافريقي كان جات باج اخرى ولا محب ولا معناها عاديه تتقبل التعصب موجود في الجمعيات الكل وما فماش هذه معناها كل واحد يلعب يحب يربح لكن انا قلت لك انا معناها هذيك اثرت شويه وفي بالي تدوينه نتاع رئيس الجامعه سكرته الموضوع نتاع الكلوب معناها عندها يد انه ما يحضر الجمهور الصفاقسي شكون اللي عنده يد مال؟ شكون اللي رفض تواجد جماهير نادي الصفاقسي؟ نحب نعرف لان الجامعه قالت نعطي السلطات الامنيه قالت نجم نامن الماتش بصراحه يلزمها توضح الصوره اذا ثم شكون لا وضح اللي هو شكون وشكون؟ وضحها السلطات الامنيه وضحها السلطات الجامعه وديع الجريد قال الامن خرج عمل كل حد دامي في الكوره ولا صحيح مازلت باش الناس تعرف الساده المستمعين يعرفوا السلطات الامنيه عملت ندوه صحفيه وقالت احنا ما عندنا حتى مشكله والنجم نامنوا فهمت وحاجه اخرى مثالش احنا لا يفسد للود قضيه وديما نقعدوا خيان وهذه حاجات تصير وكل شيء لكن اذا باش تلوم ديما تلوم المسؤولين اوكي في الصفحه الرسميه نتاع النادي هذا الصفاقسي الحقيقه انا ما قريتهاش الباجات الاخرين عادي جدا حتى الباجات الاخرين عادي نتاع النادي الافريقي زاد يهبطوا هذيك هو الشارم وهذيك هي الشيخه اما في الافار انه خيان قلت لك كي نجيو احنا لتونس ولا يجيونا هما معناتها الصفاقسي انا وخيان وتوفى فك 90 دقيقه لكن اوموان
كلمة الحق نقولوها اسلام، ناحية اللي هي النادي الافريقي، ناحية النادي الشخصي، راهو رئيس جمعية عنده معناتها رمزية وعنده اعتبار كمام، معناتها أنت أبسط الإيمان يا خويا تحطه في مكان محترم، مش معناتها الجرادا مش محترم، أما أنت من فيه بس معناتها ترحب به وكل شيء، هذه زاد حاجة اللي يلزم زاد مسؤولين النادي الافريقي ولا المسؤولين على لجنة التنظيم يحطوها في بالهم مرة على مرة أخرى. ما تكلمتش سي منشي، عندك راي في اللي صار قبل الماتش سخن شويه الاجواء؟ والله انا ما نحبهمش الاشياء هذه، لان نحب ديما نحكي على الكره، لان اليوم راهو الجماهير الكل في تونس، الامن في تونس ينجم يامنك اي مباراه كانت وشفناها. هذا بالكلام كاهو دونك ديما شنو مشكلتنا؟ خاطر نحبوا نتجاوزوا هالمرحله هذه واللغه هذه، الامن تجي تحكي معاه يقول لك ما نامنش في الليل، الامن تجي تحكي معاه يقول لك اعطيني محليين كاهو، يزينا بس منجي من الكلام هذا خلينا نتجاوزوا الامن ماهوش المشكلة الكبيرة يا اسلام في تونس هي لا كوميونيكاسيون. فماش كوميونيكاسيون بالكل، كل واحد يرمي وقت اللي كان يصير اجتماع ونلقاو حلول. انا مشيت لصفاقس وتفرجت في مباراة في صفاقس، جمهور جماهير اكسبسيونيل. اليوم النادي الافريقي نوعدك اللي كان عملوا معناها بور وكونتر لا بريزونس تاع جماهير النادي الصفاقسي قبل المباراة، راهو قبلوا قال لك بور. لان ماتش مباراه كما قال نقولوا ديما احنا نحبوا الفريق وبعد توفى المباراه نوليو نحبوا تونس بوان لا ليني فيش انا ما يدوني. دونك اليوم الاشياء هذيا الاكسترا سبورتيف اللي قاعده صايره هكايا وقاعدين فريمون وقت اللي احنا بلاد واحده جماهير، انت تشوف برشا جماهير في كل في كامل الجمهوريه كيفاش يتبعوا كيفاش يشجعوا المباراه بتاع الاهلي ذيك اللي صارت في تونس، الاهلي والنادي الصفاقسي انا حضرت فيها، تشوف الجماهير انا لامبرسيون اللي احنا موجودين في صفاقس. دونك باش نقول معاويه صفاقس يلعب حتى في بلاده هنا في تونس راهو في استاد حمادي العقربي. دونك والله الحمد لله معناها الاشياء هذه انا نقول ديما يلزمنا راهو نعرف كيفاش نعملوا ونيفو دو لا كوميونيكاسيون تتعدى احسن من دي ريونيون تتعمل باش نلقاو معناها ان بوان لمصلحه الرياضه. وعلاش لا نلعبوا خاطر الصوره هذيك باش تمشي العالم اجمع باش تتفرج فيها، لان الدخله اللي تلقاها اليوم في النوادي الكل تولي كلوب حتى المرسى الدخله اللي عملتها في الديمي فينال افيك بو دو مويان جمهور واحد وكل شيء مي سي اكسبسيونيل حاجه خارقه العاده وهذه اللي صورت تونس. ثم ذكرى صغيره صارت لي، انا انتقلت من النادي هذا الصفاقسي لمستقبل المرسى. معناتها الحقيقه التو عزه بيا معناتها فرحان بها على الاخر، وكي نتذكرها ساعات نتقلق ايجابيا مش سلبي. اللي هو الزقو الاسعد الورتاني الله يرحمه، معناتها ما عنديش هكا العلاقه الكبيره معاه وقتها يلعب في النادي الافريقي، كيف خالد السويسي، كيف برهان غنام الوقت هذاك، ماهر عامر اتصلوا بيا وانا ما نعرفش تونس وقتها، قالوا لي اسال على المطار تو نجيوك المطار وفرحوا بيا وتعشيت وكل شيء. راي العلاقه مش كلام ومش قاوق، رانا وخيان وراي 90 دقيقه وتاكل نبداو وتعرف ضرب ودني، لكن كي يكمل ماتش وخيان وصحاب احنا هذي شنو نحبوا. وان شاء الله معناتها بصراحه ينحيوها ويزم واحد ياخذ المسؤوليه ويكون نورمال. خلينا نتجاوزوا هاي، نحكي اكثر في الفنيات. طارق برشا لوم شفت من حبينا الافريقي بعد الماتش على الجارديان على سيف الدين الشريف، يظهر لي كانه حملوا هو مسؤوليه الهدف الاول، كيف الهدف الثاني. برشا ايضا كلام على الفرحات علاش مش موجود البارح حتى على بنك الاحتياط معز حسن دوزيام جارديان البارح بعد سيزون كبيره اللي عداها الفرحات عمناه مع بن جارديان وحتى كان قريب من المنتخب. شنو متعلق على الحاجه هذه؟ نقطتين سألتك على الانتقادات وكيف على الفرحات. الانتقادات نحكيو بكري، انا بكري حكيتك على الانترونور، فما دوغري دو كونسنتراسيون طايح في النادي الافريقي عند اللاعبين. سيف الاحول عنده ريسبونسابيلتي في البونتو، لكن ثلاثه من اللاعبين تكلوه. يعني لهنا وين؟ يعني سيف عنده ريسبونسابيلتي، ما فيش كلام. الملاعب وحده دياكيتي خذاها وما نجمش يروضها بالكدا وعاود دار وقاها قدامه وحطها. لهنا شنو يعني سيف الملاعبية ولهنا الزوز معناه بيان سور نحكيك على التركيز. انا نتفكر قبل شكري وياك يطلع الكوره معناه يهز الناس الكل معاه معناه ما يقعدش هذا تكله وهذا تكله معناه انت جارديان نورمالمون ما الكاش نتاعك تخرج تهزها كل كان جاي فاس كان جاي فاس خاطر هي جاي بجنبها هي باس اون تريك كان جاي فاس ممكن اما على جنب اوموا لو يقف واحد برك مش يفكها الكوره يقف واحد قدام جاكيتي ما يخرجش. لهنا معناها نعاود نقول لك التركيز تحضير الماتش
الدفاع يتحمل اكثر من الجول. الزوز مع بعضهم بعض. تحضير الماتش تحضير الماتش راه نقول الماتش ما تحضرش له نهار في الميزوفير قبل بنهار وبنهارين راه قبل بجمعتين ثلاثه هذه راه دومي فينال هذه راه كوب هذه راه تيتر محطوط اون جو الملاعب والمدرب وستاف تكنيك شنو حضرت حطيت ملاعبيتك في الـ في الـ في, الـ في الماتش ولا لا معناها عارف اللي ماتش صعيب برشا ولا داخل رابح ولا ولا داخل لونشالونس هكايا وسي اس اس ودي جون ولا لا راهو ماتش صعيب هاو شفناها وسي اس اس راهو سي فري راهو خرجوا منهم لاعبين لكن فيه زاد ملاعبيه فيه دو كاليتي راه نقول لك انا راهو علي غرام هذا رايي انا راهو علي غرام احسن مدافع موجود في البطوله الوطنيه علي غرام احسن مدافع موجود في الاربعه الكبار وفي ال14 نيكيب تفرجتوا في ليجامون كروازي ورجع راهو كاليتي حاجه اخرى انا نعرفه باش من مانيش نتفرج 80 سنه بعد تراجع شويه بعد ليجامون كروازي بالطبيعه ديريكت رجع يلعب خاطر ما فهمناش حتى جماعه السي اس اس توا فرحانين بالنصراوي يكفي من غراو النصراوي والصغراوي الشوق القادم اكد لي لا الحقيقه انا قلت لهم الصغراوي تاع المسير والنصراوي تاع السي اس اس اكتشاف البطوله في لي سونترو قعدنا برشا من مع نبيل معلول من اخر 2017 2018 المونديال روسيا براون مريح براون مريح بعد جاء بلال سوريسيون بعد جاء طالبي بعد جاء الغندري بعد تو فما على غرام وفما النصراوي تاع سي اس اس والصغراوي اللي رغم متقدم في السن عمل موسم كبير برشا عملناه في الاتحاد الرياضي المونستيري. اش حبيت تقول تو رجع لك غرام والنصراوي معناتها للتذكير اللي معناتها ما مازالوا ما تجاوزوش 20 سنه. 21 سنه. معناتها مازال واحد هو منتخب تو كي معناتها عندهم مده يلعبوا والحقيقه مردود ممتاز معناتها في الدفاع معناتها متهنين مع وجود ايمن دحمان اللي نعاودوها الله غالب في تونس توا احسن حارس في تونس هو ايمن دحمان متواجد مع الدفاع الاولاد هذوما الزوز عندهم مده يلعبوا مع بعضهم الحقيقه متهنين ان شاء الله على دفاع النادي الرياضي الصفاقسي والنصراوي حتى الولاد غربال بيان سير غربال والحمروني عندنا معناتها اصابه للعب البحري وقدم مستوى ممتاز النصراوي باش يكون في عالم لعبات اللي كمصاب المقابلة الودية اللي عملناها ضد اتحاد المونستيري ما لعبش وقعد مع تيسيس ولعب وهو مصاب وهذاك علاش خرج معناتها في دقيقة 91 في بداية البرولونغاسيون الهدف الثاني يتحمل فيه المسؤولية على غرام باش نقول لك راهو من الملاعبية كان ماهوش هو أول ملاعبي ولا ثاني ملاعبي اللي يبنى عليه ماهر كنزاري منتخب 2001 منتخب الاولمبي الهدف الثاني يتحمل في الجارديان مسؤوليه ولا ما تشدش لا ما تشدش لا ما تشدش لا الديكونسونتراسيون البكري اللي حكاها معاوي على جوال الكلوب كانوا صايب ماشيين البلانتيات لهنا انا سيبورتير ولا انا في الدار نتفرج ولا في القهوه نقول او في الماتش انت ايش قاعد تعمل معناها انت جوار محترف البنك باش يفيق الملاعبيه كذا معناها هذاك ليه نتاع ديزاماتور معناها شنو فيه ما يوفي المزاف الاربيتر الماتش معناها هنا مسؤوليه كبيره كيفاش مشيت الكره والهدف الثاني هي راهي 1 سور مليار تتمركه راهو الكره هذيك معناها مشات فيها ريسيت كبيره لكن هاكا تسجل هدف ونادي الفريق يخرج الاكسبيرونس لان هذيك ما تعرفش تفوز في المباراه تنجم تمشي للبنيتيات بالاكسبيرونس تشد الكره لقدام تضيع الوقت وتعمل برشا حاجات حاجه اخرى بربي قبيله حاجه كلمه قالها خويا طارق علاش على لي زافريكان حومه كما قال هو جو سوي داكور معاه سي دي زيتيديون ونعرفهم اشتروا جورات مالوريزمون ثم برشا ناس قاعدين يستغلوا في الوليدات هذوما انت كي تعمل 2-2 ضد فريق كما قال حومه 12 12 وثلاثة ثم ماتش مع ايكيب افريكان هذوما اللي رامبلسون عملوا 2-2 الكلوب افريكان هذاك تدخل الشك راهو في الفريق كبريباراسيون والبريباراسيون شفنا للنادي الافريقي على كل تجاوزنا مش مشكل في المنجي حاب نسالك ما فيهاش في المنجي على الفرحات اللي كان تقريبا عم ناول نقولوا بالوصل يكسر الدنيا مع اتحاد بن قردين وقريب برشا حتى نعرف انا بالمنتخب كان قريب شي يوم في ستاج هذا مع المنتخب اليوم قد رحتوا وزير قردين في الكلوب بس نقطه استفهام هذه لان اليوم
الناس الكل كانوا حتى في الصحافة الكل معناها كانت اللي الفرحاتي هو اللي باش يكون نمبر 1. انت اليوم كي تاخذ ملاعبي معناها اسمه الفرحاتي والسيزون اللي عداها مع بنقردان معناها حاجة فريمون اكسيبسيونيل خليت اللي الفرحاتي راهو سيف الدين الشرفي راهو سي ان جوار راهو ان جارديان راهو ينجم يكون لكن جو بونس لا بريباراسيون انديفيديوال نتاعو معناها دون سا في دو تو لي جور ماهوش ان جوار فريمون سيريو باش يحضر لي ماتش نتاعو سي ان جوار سبيسيال يمكن وكل شيء خلى اللي كي شفنا وقت اللي سجلت النادي الافريقي الهدف الاول شفنا الفرحه اللي عملها مع الجماهير الكل وكل شيء لكن من بعد ثم تركيز في المسير سي فري كو الباس اون روتري اللي صارت هذيك سي ديجا كي تخسر كوره انت وانت فايز 1-0 تخسر كوره غاديك سي با لا فوت دو دو دو, دو سيسمو سيف الدين الشرفي لكن اليوم راهو التركيز هو مهم برشا انت كجارديان انت شوف لي جرون جارديان تاع العالم اجمع ديما هما سي لي كابيتان في وسط التيران ولو هو حتى هو مش كابيتان تشوف انت اللي صار ما بين لوريس وسون هذاك في توتنهام بريسك بالبونيا في الميتا وقت سالوا مورينو قالوا له سي كوا سا سباس كومون قال لهم جو سوي تري كونتون دو سيت رياكسيون وشفنا من بعد سي لي ميور زامي دو موند فك دقيقة 90 انا نحطك كانترونور سي لي جوار كيفو لونترونور انا كي نحطك ودون لي مومون ديفيسيل نلقاك احنا ما لقيناش اشياء معناها لي ناتوندو اللي تلقاه وقت اللي انت تلقى صعوبات تلقى كجوار كي كابابل دو فير لا ديفيرون فرحان يعني قابل 19 هدف فرا الحارس هذا وانا عندي راي اخر في الموضوع هذا الكلاسمون عملوا المدرب وعملوا المدرب الحراس نور الدين فرحاتي معناها حارس كون في النادي الافريقي ولد النادي الافريقي نعرفه بالكدا وترنا عندي وملاعب يعطيه الصحة اللي وصل وكمل في الكرة لأنه معناها من عائلة متواضعة جدا الناس كل وقفت معاه في النادي الافريقي معناها هي اللي كبرته عمل عام به في الواحد انا راني ضد معناها فما ساعه حاجه يمشي فيها الجمهور الكل راهو فما اكسبيريونس راهو نور الدين توا كان شد هو البارح وغلط مش شارح من الجمهور هو شد الشوافي وغلط وما رحموش الجمهور اي نحكي لك لا ما احنا عشنا بنور الدين للمستقبل معناها ماهيش نهايه العالم كي هو بوتيتو ممكن يستنى روحه وممكن يكون مزيان لا مش اي استحقاق يا اخي الاخرين معناها راهو فما اكسبيريونس وفما كاليتي وفما واحد مش استحقاق بالانترينمون بالستاج بالاختيار نتاع المدرب الحراس بالماتشات اللي عملناها ماهيش نهايه العالم هو معز حسن كان الحارس الاول تاع المنتخب وبعد طنحة والثاني والثالث وبعد معناها في البوست تاع حراسه المرمى خاصه في الاربعه الكبار نحكي في الاربعه الكبار هاك تشوف انت البلبولي من طلع سينيور اللي توار قداش شريت من جارديان كلهم ما لعبوش اللي يلعب الباهي فيهم يلعب نص موسم بعد يقعد البلبولي كيف مواز بن شريفية قداش جابوا له من جارديان كيف في الـ في الـ في, الـ في الكلوب الشوا ماهوش كان بيزا والقراب قراب بالعكس انا نور الدين نقول انه تحميه هو تاثر سمعت البارح اللي تاثر وبكى ومعناها كان يستحق الفرصه لكن مش راي الجمهور هو اللي يكون ديسيزيف والا ماهيش عاطفه هي نور الدين يخدم موجود هو في الكليب تو نصوروا مش ياخذ فرصته معناها بعد الشيك البارح لانه هذيك هي الكوره مش يهزها سيف الفاتوره نتاع رغم اللي قلت ما يتحملش بيان سور بونتو لو لاصحابه واحد بركه يمشي يشق خطوه نص خطوه ما يخويش ديكيتيو ما سجلش الهدف بسرعه على حراسه المرمى هي بوست راهي مهمه جدا تو احنا قبل صحيح كي يغلط نقولوا ما نرحموش لكن لا ما يلزمش هكا اذا عنده معناتها فرض روحه واللي هو يستحق هو يلعب وخلي يغلط احنا اي من دحمان في وقت ما غلط وخرجنا من كاس الكوب دو كاف معناتها مشوطه بعيده بطولة عربية منسيت المقابله في ملعب الجزائري وعادي جدا والتو هاكا كيفاش ولا معناتها اصبح وبالنسبه لفرحاتي انا انت قلت من عائله كذا ربي يوفقه وان شاء الله ينجح وان شاء الله معناتها يفرض وجوده وهذيك هي الدنيا لكن راهو عم ناول زاد ينجم يكون الاطار الفني نتاع النادي الافريقي يقول لك انا متخوف عم ناول راني قابل 19 هدف معاوية ما تنساش حاجه اللي جمهور النادي الصفاقسي هو اللي وراه ايمن دعمان انا تنقول لك علاش خاطر وقت اللي صارت الغلطه هذيك صارت معناها
مشاكل ما بينه وما بين الجمهور، والجمهور سامح أيمن دعمان تبارك الله. شوف أيمن دعمان وبالله كلمة أخرانية، حراسة المرمى كيف كيف قالوا لعنده مكانته في النادي الرياضي الصفاقسي، هو متواجد على البنك صحيح العرس الثاني، لكن مهم معناتها وجوده أكيد. كيف كيف صبري بن حسن معناتها البارح كيفاش فرحان تروزيام جارديان ودحمان معناتها مشالوا ثم لحمه وراو هذيك هي كي تبدا مجموعه طيبه ويحبوا بعضهم. اي جمعيه في تونس راهي تنجم تعمل معناتها تعمل الفارق وتنجم تنتصر وتنجم تهز القاب ان شاء الله. مازلنا مكملين في بلاي في اخر جزء من حصتنا بعد شويه في الاشبوس.